مساء الخير. النهارده هنستعرض مع بعض اول جزء في قصه ذا بريزنر اوف زندا الصف السادس. اول حاجه عشان تعرف بريزنر اوف زندا لازم تعرف المكان الزمن المين كاركترز الشخصيات الاساسيه. اول حاجه المكان معايا بريطانيا، دي دوله خياليه في منتصف اوروبا، يعني انت تحفظها كده فيكشنال كونتري ان ذا ميدل اوف يوروب. حصلت ان ذا 19th century في القرن 19. طبعا حصلت في بريطانيا، واول جزء بس اللي حصل في انجلند في انجلترا القرن 19. الشخصيات الرئيسيه رادولف راسندل او راسندل زي ما تحب تنطقها، روبرت اللي هو اخوه لورد روبرت، روز سيستر ان لو اللي هي مرات اخوه زوجة اخيه اللي هي سيستر ان لو، ودي عيلة. العيلة التانية اللي هي في روتانيا رادولف ذا فيفس، رادولف الخامس اللي هيبقى الملك اللي هيتوج، هاف براذر اخ غير شقيق اللي هو دوك مايكل. دوك مايكل معاه 6 من 6 من افضل الرجاله معاه، مستشار الملك، المستشاري الملك الادفايزرز بتوعه، بريف سولجرز، سبت كولونيل سبت اند فريدز. القصه بقى بتبدا ازاي؟ رادولف الخامس حصل حفل تزويج، خلي بالك ان في تشابه بين الاسماء بين رادولف الخامس ورادولف الرسول. القصه الاول بتبدا في انجلاند، رادولف راسندل شاب 29 سنه معاه مواصفات مش فيها حد. اول حاجه الفيز بتاعه الشكل فيشل او فيزيكال فيتشرز سمات الشخصيه. اول حاجه ريد هير ستريت نوز، درس وتعلم في جامعه المانيه، معاه هي هاف جود ادكيشن، درس وتعلم في جامعه المانيه، يتحدث 5 لغات ولكن الانجليزي والالماني كويت بيرفكت يعني رائع. معاه سمات شخصيه جميله، معاه فروسيه سويرد سمان مبارز بالسيف، جود ات هورس رايدنج جاد في الجبل الخيل، يبقى دي حاجات فايتنج سكيلز. ولكن العيب الوحيد بتاعه حاجه واحده وفوق كل فروم الرويال فاميلي من عيله ملكيه، هي دازنت ورك لا يا عم. فبدا خروز قاعدين على الفطار بتقول له راسندل او رادولف انت لحد انت مش هتشتغل، انا مش محتاج اشتغل، اي هاف انف ماني تو دو اني ثينج، اي هاد انف ماني معايا فلوس تو دو اني ثينج، كافي ان انا اعمل اي حاجه. اند اي انجوي ان امبورتنت بوزيشن ان سيتي، بستمتع بمكانك تبقى مرموق. قالت له اخوك كده ولكن مكانته بتحتم عليه ان هو مسؤوليه، ليه مسؤوليه لازم يشتغلها، هي ماست هاف ورك لايف. قال لا لا انا مش محتاج شغل. وحاول يضايقها بقى فرد قال لها هو انت متضايقه؟ قال له دونت يو نو ذات اي ام فروم ار فاميلي، اي ام فروم ذا راسندل، يعني عيلتي اعلى من عيلتي. طب انا اتضايقت. في دخول جوزها لورد روبرت، طبعا دي كان بيشتغل، كان عنده مكان اجتماعيه مرموقه وبيشتغل وكل حاجه، فالقى متضايق بيقول لها مالك؟ قالت له اخوه هي دازنت دو اني ثينج يوسفول، لا يفعل شيء مفيد. اليوم في المية يقف معاه، قال لها بس هو مش طول حياته كسلان، وبدا يقول لها السكيلز بتاعته. قالت له بس كل ده ما يلزمنيش، انا عايز اشتغل، لازم يبقى له وظيفه. ورك ميكس بيبول هابي، يجعل الناس سعداء، ميك سم وان هاف ا جود بوزيشن، يجعل الفرد يمتلك مكانه كويسه. راسندل لما لقى ان في الحاح كتير من روز، وهي كانت بتتميز انها بيرسويسيف، اقناع، عندها احساس بالقناعه، عندها اسلوب انها تقنعك زي ما بيقول. She has a way of convincing, persuading you to do انك تعمل the thing she needs، الشيء اللي بتريده without any hesitation. فقال لها عرض عليا الوظيفه فانا وافق. فردت قالت له في سيرجيا كوبروداير، دي شخصيه جديده هيبقى سفير في خلال 6 شهور، بس احنا مش عارفين لحد دلوقتي هيشتغل فين. فقال لها انا موافق ان انا اشتغل معاه، حتى لو وظيفه في مكان بعيد انا هروح، لو في مكان غريب هروح. قال لك حاجتين اتنين جاست تو ستوب هير عشان يوقفها من الالحاح، تاني حاجه لان روز كانت بيرسويسيف، اهم حاجه ان هو هي فاوند ذا جوب كوايت اكزايتنج، حاجه مصير. تمام، ليه عمه اسمه انكل ويليام؟ طبعا هي روز واخوه وافقوا وانبسطوا
زي وقف رقبي ان هو هيروح. لا it will get him into politics، سوف تدخله في عالم السياسه. هي ويل هاف اكسبيرينس، هيبقى عنده خبره. عنده عمه اسمه انكل ويليام نصحه ان اي حد يروح فرنسا لازم يقضي 24 ساعه فيه. بيقرا جورنال التايمز اكتشف ان في حفل تتويج للملك رودولف الخامس، كان عيلته منها ليدي امينيا تزوجت في هذه العيله، خلى كل العيله شعرها احمر. يبقى لو هيروح يبقى هيبقى فروم ذيس فاميلي،